أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة، بدنا نحكي فيها عن التسامح اليوم، بما أنه قرب شهر رمضان المبارك وبيكتر في صلة الرحم والتواصل بين الأقارب والأهل والأصدقاء، ويمكن لولا التسامح بحياتنا ما بنقدر نستمر ونقدر نعطي بشكل عام. لنحكي عن التسامح، أهميته بحياة الإنسان وقديش ممكن يعطيه طاقة دفع لقدام ولاستمرار بحياته. معنا الدكتورة غالية أسعيد، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك. تمام الحمد لله. خلينا نحكي بالبداية، لما نقول تسامح يعني فينا نقول تحت في مو خط واحد، يعني 100 خط. أكيد. عريض. أول شيء خلينا نعرف شو هو التسامح للناس، لأنه أحياناً بيصير خلط شو معنات التسامح، كيف في بين حالة الرضا وفي بين كثير من التفاصيل يمكن وصفات على الصعيد الإنساني بتعني فيها. تمام. هلأ يا سيدتي، مجرد ما نحن نفتح كلمة إذا كان في خصام بيني وبينك وأنا سامحتك أو بتسامحني أو أنت ممكن أنك أنت تعفو عني أو تنسى هاي الزلة اللي صارت، أولاً مفهوم التسامح إذا نحن بدنا نعرفه فهو يعتبر من أرقى العلاقات والصفات الإنسانية اللي ممكن أي إنسان تكون موجودة ضمن الكتالوج الخاص تبعه. ليه؟ على أن صفة التسامح تحتاج إلى كثير من الصبر والتفاعل والتفهم والتوسع والإدراك والإحساس بالآخرين. إذا أنا ما عندي هدول الصفات كلياتهم، ففكرة أو مفهوم التسامح إذا بدي أتعامل فيه مع الطرف الآخر وأحكي فيه وإني أطلق عليه كحكم كصفة ثانية كتير بده يكون صعب. التسامح تعرف هو الطريق الأسرع للوصول لمرحلة السلام الداخلي. بتوقع أنك سمعاني بهذا المصطلح وعايشتي نوعا ما. السلام الداخلي كيف بيطلع؟ أحد أساسياته أن يكون في عندك عنصر التسامح. التسامح هو فكرة لحتى أنت أولا ترجعي تقولي أنه أنا لازم أتراضى بيني وبين نفسي، لازم حاول أنه أنا برر لحالي لأقدر برر للآخرين، أعفو عن الأشياء اللي أنا بغلط فيها لحتى أقدر يكون عندي مبررات وأشياء ممكن تساعدني لحتى الآخرين. فهو مصطلح فضفاض كتير، واسع كتير، بحاجة لتعريفات كتيرة، ولكن أقل شيء ممكن أنه نقدر نعرف عنه هو مرحلة دخول للسلام الداخلي، أولاً بينك وبين ذاتك وبعدين بينك وبين المجتمع. هاي نقطة كتير مهمة لما نحكي، يعني أشرت إلى نقاط كتير مهمة دكتورة غالية. لما نقول تسامح، أول شيء التسامح الداخلي، قديش فيني أنا يمكن سامح نفسي، ونحن شاطرين يمكن بجلد أنفسنا، بتلاقينا نسامح الكل ودائما بنقول لا نحن عملنا هيك، لا رح بلش أنا مش من أنفسنا، رح بلش فينا نقول الشائع بين الناس، لما أنت تسامحي كتير بيقولوا لك تهبلوا، يعني صح بالعامية وقلبك طيب. تماما. مع أنه هذا الشيء كتير حلو، يعني هذا الشيء كتير جميل اليوم، أنه كيف بتقدري تسامحي لهالدرجة؟ هيدا أنت قلبك طيب كتير، لا هاي ما اسمها طيبة قلب، هي اسمها، مع أنه هو فينا نقول اسمى درجات فينا نقول الإنسانية اليوم التسامح بحياتنا. كتير حلو الشغل اللي عم تحكي عليها. تمام. هلا خلينا نحن نحكي بالمصطلح، خلينا نحكي شوي باللغه البيضاء اللي بتتحدث اكثر فيها المجتمع. صحيح. كتير المصطلح اللي حكيتي عنه او النقطه كتير مهمه. بصير معك طارق مع حدا، بصير معك مشكله اختلاف بوجهات النظر، فانت بتسامحي بتعفو، فبتجيكي تعليقات خارجيه انه انت كيف عم بتسامحي بهي الطريقه، مثل ما تفضلتي انه قديش هتتازج، قديش قلبك طيب، معقول عم تخلي فلان انه بالعامي عذرا انه يضحك عليك ويمرق الشيء اللي بده اياه بطريقه. لا، هي فكرة أنه أنا لما بسامح الآخرين مو فكرة أنه أنا عم خليك تضحك علي أو أنت أشطر مني أو أنت أقوى مني أو أشطر أو أزكى أو حنكتك أكتر، لا، هي فكرة أنه أنا عم بتجاوز، فأنا عم برتقي إنسانيا. يعني تخيلي أنت عندك مشروع بالحياة شو ما إن كان على أي صعيد، وعندك نقاط أنه أنا فلان ما بسامحه، فلان عامل لي مشكلة، فلان عامل لي أذى، فلان عامل حكى معي كلمة، انت بهالحياه ما عاد فيك انك تفكري بمشاريعك اللي عم تشتغلي فيهم. مؤلم هيدا الشيء لما نحكي اليوم، لانه نحن عم نحكي عن الصعيد الانساني اليوم، بنشوف بين العيله وافراد الاسره تماما الخناق والزعل وما في تسامح، مع انه بيقول لك انه لا، يعني التسامح فينا نقول مثل ما قلنا بالبدايه هو اسمى وارقى مفاهيم الانسانيه. يا عيني عليكي. فانا لما بدي سامح شخص او فكره او قصه او اي شيء صارت معي، مو لانه انا ساذج او انا قلبي طيب او انا حدا ما بيقدر المواقف او الاشياء، لا، لانه انا بدي اتجاوز هاي مرحلة، عندي أشياء أهم من هيك. صحيح. عندي أشياء بدي أمشيها، وإذا ما ضليت عم بقدر أعمل تسامح فهذا الشيء بده يأثر على مشاعري وعلى عواطفي وعلى إحساساتي وعلى الأشياء اللي فيني، فبالتالي أنا رح تتعطل مشاريعي. لا، بسامح وبتجاوز، ولكن بضل عندي خطوط أو حدود للأشخاص يلي أزوني، وهون بعد عن فكرة أنه أنا ساذج أو إنسان غير واقعي. خلينا نحكي عن هاي النقطة تحديداً اللي ذكرتيها، وهي نقطة كتير مهمة. قديش بتقدري تسامحي وبتعملي، يعني كمان بيقولوا لك كيف عم تقدري تتعاملي مع هدول
هدول الناس اللي فعليا سامحتيهم واذوكي، انا ممكن ارجع اتعامل معهم بشكل طبيعي بس ما نم بالدائره الاولى لحياتي. هي حلو. نقطه كثير مهمه انه انا مو بالضروره سامحتك، بس لا لازم يكون في تواصل، لانه نحن اساسا انسان، يعني هي التواصل هو شيء مبدا مفهوم من الانسانيه تماما. بحياتنا اليوميه هي نقطه كثير مهمه يعني لنركز عليها. في ناس بتقول لك يا الله هي زعله بشع كثير لقيمه، لانه عم نحكي نحن يمكن باللهجه البيضاء السوريه كثير ما بنقدر نزعلها لانه زعله بيوجع مؤلم، كمان هذا الشيء ما كثير حلو اليوم بحياتنا اليوميه. أنا بحب أتحدث معك لأنك بتجيبي أمثلة عن جد على أرض الواقع. الفكرة يا سيدتي مثل ما حكيتيها بالضبط، في أشخاص نحن منحاول نتسامح معهم، نفس الكلمة نور اللي قلتيها، لأنهم عذراً على الكلمة لقمة، زعلهم بشع، بيكركبوكي وبيكركبوا المجتمع اللي حواليكي، يعني بيأثروا عليكي وعلى عائلتك، خاصة إذا كانوا من الدائرة الخاصة فينا كتير، يعني حدا كتير قريب من العائلة، وهون بتكون الطامة الأكبر، لأنه إذا حدا قريب من العائلة فأنا مضطر أتحتك فيه وشوفه يمكن تقريباً صحيح. بشكل يومي وأتحمل الغلاظة يمكن اللي بتطلع منه، أما لو كان شخص شوي بعيد فممكن آخذ إجراءات تانية. طيب، وبنفس الوقت انه فكره اني انا سامحه وانه انا اتجاوز عن هذا الموضوع، انا لما بدي اروح اتسامح مع شخص او انا سامح هذا الشخص، هو حتما حق على حالي قبل ما يكون عليه انه انا خبره ليش عم سامحه، مو لانه انا مثلا بينضحك علي، مو لانه انا اصلا حدا عم يتوارى شرك، لا انا عم سامحك لانه بدي اكمل حياتي حتى ما تكون انت عقبه بتفكيري، حتى لازم ما تكون عائق. طبعا اكيد في ناس كثير بتفضل انه خلص انا سامحته بيني وبين نفسي. لا ليه؟ لانه هو لازم يعرف. هلا في اشخاص كثير لانه ما في ناس بتعترف بغلطه، ياخذها الغرور، ياخذها يعني النرجسيه، بس في ناس ما بتعترف بغلطه تماما، هي بتعتبر ما عملت معك اذى، وهيك وهون الكارثه انه انا ما عملت لك شيء، انت ليش زعلتي؟ او بمعنى ثاني بتعرفي بيقول لك طبعا انه اللي زعل لحاله بيرضى لحاله، تركيه مثل ما راح بيرجع. هذا اصعب الاشياء اللي ممكن نحن نعملها. ومثل ما قلتي انت، لما انا بدي سامح حدا انا لازم اجي اقول له انه انا سامحتك. هلا على حسب مستوى الاذى، هلا في اشخاص انت ممكن تسامحيها، ممكن تفتحي معها صفحه جديده، ما عندك مشكله تتعاملي معها بحياه طبيعيه، ولكن في اشخاص بيكون اذاها كثير يعني جسيم بحياتك النفسيه، عامل لك مشاكل. هون بهي الحاله انت بتسامحيها، ولكن كيف لما بيكون عندك اشياء انت بتعززها كثير عليكي ولكن ما عاد تستخدميها، ترفعيها على الرف العالي وتضلي بتشوفيها كل فتره، بس انا ما عاد اقدر استخدمها، هي قطعه الثياب الغالي كثير عليكي ما عاد تلتبس بس بتضل غالي، فانا برفعها بتذكرها. هدول الاشخاص انا لازم اخبرهم انه انا سامحتك ولكن انت لازم تبعد عن مسيره حياتي، ما عاد في اني اتعاطى معك اجتماعيا او باي ناحيه اخرى، لانك انت ممكن تكون شيء مؤذي لي. فانا لما بدي سامح مو كرمال الشخص اللي قدامي، كرمال ذاتي انا اولا، حتى اشعر بهي حاله السلام، وبعد ما اقدر اكمل ضل عم فكر فيهم كثير. صدقيني رح اترك كل مشاريعي بالحياه وقاعده افكر بس انه كيف وليش ومشان شو صار معهم هيك. ويمكن لبطل افكر بالاخرين لازم نبلش من ذاتي، قديش نحن قادرين اليوم نسامح انفسنا، يعني نحن عندنا القدره انه نسامح اللي حوالينا بشكل كبير، احيانا لا بتلاقينا قاسيين على حالنا وعلى اولادنا، بتلاقينا ما بنسامح مثل ما بنسامح الاخر. هي نقطه كثير مهمه، ويمكن نحن بظروف ماديه واقتصاديه وسنوات الحرب أكيد. يمكن كلياتنا تركت عنده اثر نفسي ما فينا ننكره، فكمان بتاثر بطريقه تعاملك مع الناس، بطريقه مفهومك للانسانيه والتسامح. كيف فيني انا اليوم اعلم حالي ما اجلد حالي، بلش التسامح من نفسي وذاتي، حتى لو غلطت غلطه كبيره، لانه في فرق بين الغلط والخطا، لو خطأت لو غلطت بسامح حالي وبنفس الوقت ببلش من اول وجديد لاقدر اتعاطى مع الاخرين. كثير حبيت على الفكره. قد ايه سمعاني بحياتك اشخاص وهي عم تتحدث بتقول لك انا ما بسامح حالي على حالي على هذا الموقف، جدا مستحيل سامح حالي على هي القصه او على هالفلان او على هالقصه. هي المصطلحات الغلط اللي نحن بنستعملها بالحياه. يا صديقتي، الانسان مولود على انه يكون عنده خطا، لانه الخطا هو اللي بيعلمك. صحيح. الخطا هو اللي بيوضح لك كثير اشياء يمكن ما كانت واضحه، ويمكن لولا الخطا ما اكتشفنا مكان من اشياء كثير كانت موجوده بحياتنا. صحيح. فالغلط مو معناته هو نهايه حياتنا، مو معناته انه انا شخص ما تقدر اطلع اعمل بحياتي شيء، بالعكس يمكن الغلط يكون مكان لافتح منه اشياء كثير كبيره. المصطلحات الحلوه اللي قلتي عليها انه تبع جلد الذات بطريقه مبالغ فيها، مسامح حالي بحياتي ما راح انسى، ليش اصلا الانسان اساس حياته نجاحه انه يكون في عنده نسيان. صحيح. ما في شيء اسمه ما بسامح حالي، اجمل واعظم نعمه هي بالحياه اكيد اكيد. صحيح. ما في شيء اسمه ما بسامح حالي. صحيح. او انا كنت السبب او شيء، ما في حدا هو كان السبب المباشر للكارثه الكونيه اللي موجوده بالحياه. صحيح. كلها
أنا مو مسامح علي، أنا بحاول صلح هذا الموضوع، اتجاوزه، عدل فيه، صلح فيه. إذا كنت مسيء للطرف الآخر فمثلا ممكن أقدم له كتير أشياء حلوة، يعني على كافة الأصعدة، معنويا اجتماعيا، كيف ما بقدر أنا ممكن أني أنا برغي. بس هي كلمة مصطلح أنا ما بسامح حالي بتدخل أي شخص بدوامة سوداء مرعبة متشابكة بشكل كتير كبير. صدقيني كأنك أنت بتكوني مربطة إيديكي واقفة بمكان مظلم وما عم تقدري تفكي شيء. كلمة أنا ما بسامح حالي كتير بسمع من أشخاص معلقين بالماضي. مع أنه جميع الأديان اليوم دكتورة غالية هو التسامح. أكيد هذا أجمل أكيد شيء. هذا شرط أساسي. شرط أساسي. لما أقول اليوم أنت لا ترد الإساءة إلا بعمل الخير. يا سلام. والمعاملة الجيدة فهي نقطة كمان كتير مهمة بحياتنا. تماماً. فينا فعليا تكون يمكن إذا كانت عنوان عريض لحياتك بتقدري فعلا تتعاطي وتكوني على الصعيد الإنساني مختلفة عن الآخرين والمحيط. تمام صديقتي، التسامح هو أول فكرة بتعطيكي أنه أنا قديش إنسان كريم بأخلاقي، قديش إنسان متجاوز عن السيئات تبعك. بس برجع بقلك بسامح، ولكن بعطي الطرف الآخر أنه أنا سامحتك على قدر الإساءة. ممكن إساءات تتجاوزيها عادي ترجعي تكملي. في ناس ما خرجت قولي لها. أكيد طبعاً. يعني في ناس ما خرجت قولي لها أنك أنت سامحتيها لأنه طريقة التعاطي معها هي معتبرة حالك ما يعني معتبرة حالها ما يعني أثرت فيك ولا أذيتك، ومع ذلك ما بتخلصي. في ناس عندها الجلادة والطاقة للاستمرار بهي التفاصيل بشكل مستمر، والمحيط بتأذيكي نفسياً فأنت تمام. بتعتكفي يعني هدول الأشخاص موجودين بشكل أنه خلص سامحتك وأنا بتعاطى معك بهي الطريقة وما بدي أحكي عن هذا الموضوع أبداً، لأنه الكلام فيه أساساً بيأثر يعني بشكل كتير سلبي لأنه هيدا الشخص سيء بالمجمل. وكمان إضافة على الكلام اللي حكيتي، في أشخاص مو هيك بتستنزف الفرص اللي عندك وبتطلب مزيد أكتر. يعني إذا ممكن قلتي لأنه أنا كمان أنه خلص أنا سامحتك، فخلص نور معروفة أنه قلبه طيب وعطول بتسامح، فبضل بكرر الخطأ معك أنا، بضل بزعجك، بضل بعيد أنا هذا لأنك أنت بتسامح زيادة. أكتر شيء بتصير مع الأم، إحنا كتير منحاول أنه إحنا منزعجها ومنعمل تصرفات بشعة، فهي بتسامح وطمعنا بأنها هي بتسامح منضل منكرر. وهذا الشيء على فكره بيستنزفها كثير، فبتلاقي غالب الامهات هي مستنزفه عاطفيا قد ما بتضل عم بتسامح. طب اللي عنده مفهوم اخر يعني بيكون اذاكي هو يعتبر الاذيه قتت منك. يعني في ناس مثلا اذيتك بشكل كثير كبير وانت عم تعملي طريقه خلص انا عم اتعامل مع مبدا التسامح، لا هي عامله حال الضحيه على مدار الساعه، كيف بتقدر تتعاملي معها؟ هي بشكل مشروع الضحيه غير يعني الاشخاص اللي يعني دائما بيقول ضربني بكى سبقني اشتكى. هي ما شفتها كثير قلب المصطلح على صحيح. فكره انا المسامح هي الشخصيه بالذات اللي بتطلع بالمجتمع انه ليكو شو عملوا فيني، ليكو شو بس انا سامحته، يعني انه ليكو انا سامحته هو بيضل عم ياذيني. هي الشخصيه في خلل بتكوينها، في خلل بتركيبتها، لانه هي دائما بتحب تلعب دور الضحيه، دائما بتحب احساس الشفقه من الاخرين، دائما بتحب تسمع كلمه يا حرام ليش هيك صار فيك، والله ما بتستاهل انت هيك. هي بتتغذى على هدول الكلمات. هي الشخصيه هيك يعني هي جمله اسمعي انا حظي هيك انا حظي هيك. هن ما بيقولوا مثلا انه انا اخطات باختيار فلان، انا اخطات بالتعامل مع شخص، انا عم روح لعند الاشخاص اللي بتتصيد هيك اشخاص، لا بيقول لك شفتي شو فلان عمل فيني، تعي لاحكي لك شو فلان عملت فيني، معقول انا هيك يصير فيني؟ بتسمعي بقى يعني بتتجدد بقى العبارات اساسا مو صحيحه، يعني هي حتى الروايات التي تصدر من هذا الشخص بيقلبها لحاله. طبعا هلا فوتي لعند هذا الشخص يلي يعني دائما بيلعب دور الضحيه، بتلاقي من شو شخصيه مهزوزه، عدم ثقة بالذات ابدا، دائما بحمال اللوم بشكل كتير كبير، رجعي للماضي تبعه دائما بيقولوا ايه انت السبب، طيبة قلبك، انت عملت كذا، انت وصلت هون، فبتلاقيه هو ماشي ومحمل، فبده يطلع هذا الاحمال وين بده يكبها؟ بده يكبها على المجتمع اللي موجود هون، بده يلعب دور ثاني ليخفف عنه هذا العبء، فضل بيقول لك ايه انا والله عملوا فيني هيك، انا من طيبة قلبي، انا هي الكلمة كثير بتستفزني انه بحياتها ما كانت طيبة القلب نقطة ضعف، بالعكس هي قوة لما بتكون بالمكان الصح مع الشخص الصح. يعني هي اول شيء بتقول لك انت تسمعيها كثير انه شو نقاط الضعف تبعك ولا تصيبه قلبي، اكثر مصطلح خطا 99.9 من الناس بتقول لك نقطه ضعف اكثر مصطلح خطا لا وهي النسبه العاليه يعني 99.9 بتقول لك انا مش طيبه قلبي بالعكس طيبه قلبك هي كل ما كنت عم تصرفي فيها بذكاء هي يعني مصطلح راقي جدا ليرفعك لاعلى ما يكون، لانه الانسان بدون طيبه قلبه هو كائن متوحش بده يصير. فهي بحياتها ما كانت نقطة ضعف، بس مع شخص صح بمكان صح بتوقيت صح. هلا يمكن كل الناس اللي عم تتابعنا عم تقول هذا الحكي كتير حلو بس كله طنز. هاتوا على التطوير. هذا كله هلا بكون عم يقول هيك. خلينا نحكي نحن بسوريا فينا نقول سنوات من الحرب، ظروف مادية اقتصادية صعبة وقاسية على الكل، تركت أثر نفسي كتير كبير بحياة الكل الكبير والصغير. أكيد. خلينا نعطي بعض النصائح لكل الناس اللي عم تتابعنا فعليا كيف فيني خلي هالتسامح هو عنوان بحياتي لأقدر فعليا نكمل رغم كل الظروف، أتحدى الحياة وأقدر أعطي عائلتي يعني المحيط والعائلة الكبيرة بشكل مختلف.
كثير حلو هذا الكلام. شوفي لك على اول فكره لحتى نمشي بهذا المخطط الرائع لفكره البناء الانساني من جوا، لا ترجعي لورا. ورا يعني الماضي، امبارح يعني خليني اقول خلاص انتهى. امبارح احنا بنرجع ب 1900 خشبه يعني. يعني انت اذا بقعد انا وياكي مع اي حدا مثلا اقول له احكي لي شوي عن حالك، هو بيرجع من لما كان عمره 5 سنين وبيحكي لك الاشياء البشعه اللي كانوا يعملوها. صحيح. ما بعرف كيف بيتذكروها بس بيتذكرها بجيبها. اول خطوه اساسيه لحتى تضل مكمل ما ترجع لورا. يعني خلص اللي انتهى انتهى. ودائما انا مؤمنه بهالقناعه، الماضي لو كان فيه خير كان ضل هلا مصر حاضر. صحيح. يعني كان هلا مستمر معي، علاقه، شغل، حياه، فرصه عمل، فرصه سفر، اي شيء. تاكدي انه لو كانت فيها خير ولو كانت فيها فائده لك كانت هلا حاضرك اللي انت عم بتعيشي. فاولا فكره هي تبع انه يا ريت ولو، بس لو كانت، هي بحد ذاتها بوابه كبيره لتفتح عليك مو افكار، بحر من التشاؤم يعني. صحيح. حاله ما بتطلعي منها ابدا. هي فكره. فكره ثانيه دائما لازم اتعلم انه انا ساعد حالي. ما تستنوا من حدا يساعدكم، ما تستني من حدا يسحبك ويقول لك تعي لساعدك لطلعك من الاشياء البشعه. يعني ما تخلي حدا يقول لك انك كيف بدك تسامحي الناس، لانه هي اساسا فطره موجوده بالانسان. فكره انه انا سامحك او انا احبك او اعفو عنك، والعفو عند المقدره هو من اعلى شيء من الكرام. يعني نحن اساسا مجبولين على هاي القصه يعني بحد ذاته. ما خلي حدا انه يقول لي لا ما بيصير، لازم انت تسامح فلان. انا من حالي بدي سامح فلان. انا من حالي بدي افكر بهذا الموضوع. لا هي بتسمعيها بجمله كثير انه لا خليه يعرف ويتربى كيف ثاني مره يعرف يغلط معك. كثير بشع هي طريقه التعامل. هلا اذا نحن بدنا نربي العالم فهي مشكله كثيره. هذا الكون فيه مليارات الاشخاص، نحن بدنا نربيهم مشكله. تأكدي يا نور تماما، تأكدي تماما، ما في إنسان على وجه الأرض بيغلط إلا ما بيعرف حاله غلطان. طبعا. ما في حدا بالحياة ولكن بيتغاضوا عن هذا الغلط. يعني أنا مثلا إذا أزعجتك ماني بمشت مستوى إنه الغباء العالي إنه هي معقول ما ضايقتها، مستحيل. كلمة الكلمة أو الموقف دغري بينزل عند الإنسان أنا بعرف حالي ضايقتها، بس فكرة بقى كيف أنا مربى لرد هاي الفكرة. إنه أنا بجي بعتذر، ببرر، بقول لك أنا آسف. خليني اقول لك نقطه، في اشخاص بتخليكي تحرمي تعتذري منها رده الفعل البارده تبعها. وهون سبب لحتى ما ترجعي تعملي تسامح. فلنفرض انا ضايقتك فاجي بقول لك نور انا اسفه، قولي لي يلا بسيطه ما صار شيء. هون بتعطي فكر طرف للثاني انه يا ريتني ما اعتذرت من الاساس وخليه زعلان بيكون افضل. لما بيجي حدا بده يتسامح او يطلب السماح منا نقدر نقدر له هذا الشيء عشان يعيدها معنا ومع غيرنا انه انا مقدر هذا الشيء وشكرا كثير لك. كيف بتجاوز هذا الموضوع؟ برجع بقول ننسى الماضي، نحاول نعمل سلام بيننا وبين حالنا، ودائما نتطلع على قدام انه الامور اللي جايه احلى وننساهم مشان نكمل مشاريعنا. انت اذا بتضلي عم بتفكري بالكل صدقيني هن رح يسبقوك وانت رح تضبقي مكانك، ما حدا تحركي ابدا. الوقت دائما بيخلص معك بسرعه لانه الحكي جميل وممتع. اليوم عم نحكي عن موضوع كثير مهم، التسامح. يا ريت كل الناس بتقدر فعلا تكون ان شاء الله عنوان العريض لحياتها لتقدر تستمر بشكل نوعا ما سليم نفسيا. بدي اتشكرك دكتوره غاليه، اسعد على وجودك معنا دكتوره في علم النفس. شكرا لك. شكرا كثير لك، سعد صباحك. شكرا لك.